التاريخ ما بيظلمش يا يحيى، احنا اللي ما بنعرفش نكتبه وكمان ما بنعرفش نراه. هو احنا دلوقتي مش في وقت التاريخ بتاعك، احنا دلوقتي محتاجين الفيزياء، الجغرافيا، اي حاجه ممكن تفك الحبل اللي احنا فيه ده. عليك وعلى المكتبه العامه على طول. اعمل ايه في المكتبه انا؟ قسم الاحبال. ايه ما تشدش الحبل ده، من النوع القاسي الخشن، يعني ممكن بالاحتكاك المستمر والدائم تتفكك هذه الجزيئات، وحينئذ نستطيع الخلاص. طب ما تيجي نعمل كده. للأسف هتاخد وقت كتير. طب هنعمل ايه؟ مش احنا اللي هنعمل. امال مين؟ حيحة هينقض على الشجرة دلوقتي ويلتف حواليها بشكل لوزعي، ثم ينقض على هذه الأحبال ويفتتها. ممكن تكلمني شوية عن حيحة؟ حيحة إنه طائر أسمر جميل يلتف حول بعضه ثم ينقض على فرشته ويكون ليه كده يا جدي؟ ليه دايما بتظلم الناس؟ وليه دايما بتدوس على الناس؟ انا مش عايزاك تعمل حاجه وحشه تاني يا جد، ومش عارفه اتصرف، بس انا المره دي لازم اتصرف. ايوه يا جد، انا لازم اتصرف. ايه ده انت يا ملك اللي بتعملي كده؟ انا عشان جدو ظلمكم، وانا مرضاش بالظلم ابدا. طب انت بتعملي كده ليه؟ عشان نفسي جدو يطلع الحج وربنا يتوب عنه من كل الذنوب دي، ونفسي كمان اقول له يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وبالي. الله الله عليك يا حبيبتي. يلا بسرعه عشان لازم امشي. طب ماشي. كمليها. طب كملي الانشوده. صوتها حلو يا ملك. شفت؟ يلا يلا بينا. ربنا يخليك يا ملك، تسلمي لي. الله الله عليك يا ملك، يا رايحين للنبي الغالي. يلا يلا يا نديم، يلا قبل ما الراجل يجي. يلا يلا بينا. يلا انت هتقول يا ابراهيم في ايه؟ انا مش رايحين في حته. ما جبتش البسكوت ليه والبنادول؟